هكذا بدت الشوارع في الديوانية مركز محافظة القادسية عقب هطولات الأمطار لتكشف عن مأساة حقيقية يعيشها سكان المدينة. احنا ناس فقرة تمطر الدنيا تخر بيوتنا علينا، زين جاءوا عوائلنا زعاطيتنا جاي تروح للمدارس، يروح ويجي سابح بالطين وغرقان، زين وواحد يقول لنا السلام عليكم، لا واحد يندنا، لا واحد يعرفنا، يعني ليش احنا مو بشار؟ لو هاي العوائل الطبقة الفقيرة ما حد بحالها، ما حد يندلها. تكشف الأمطار عن تهالك البنية التحتية وغياب الخدمات عن معظم مناطق الديوانية، فحتى المياه غير صالحة للشرب. أي خدمات ما عندنا نهائيا، خدماتنا صفر، لا مدارس لا كهرباء، ماينا طبعا بريحة، يعني يا ريت لو يجي مسؤول بس يقول خلي أشوف مايكم، والله العظيم يلعب النفس، يعني جهالنا تمرضوا. والمراكز الصحية طبعا أي علاج ماكو، مدارسنا صفر. ليس الصفر خاصا بالمدارس فقط، فحتى القمامة تبقى في الشوارع دون رفعها لتهدد السكان بالأمراض في ظل الإهمال الحكومي. الدور النفايات هاي هم والله ما حد يشيلها، يكونهم دول 200 مدري قد هم الناس مع حكمهم خلوا وشردوا عنها، هاي هم والله يعني كل خدمات مش بهاي المنطقة ماكو. الخدمات الأساسية مقرونة بالمحسوبيات وأصحاب النفوذ يقول الأهالي هنا، فمن لا ظهر له سيفقد أدنى حقوقه. اللي عنده ظهر يمشي شغله، هذا أول شيء. الشيء الثاني هذا الطين، لا شفت مسؤول إجا، لا شفت أبو بلدية إجا، لا شفت مدير بلدية، لا شفت محافظ، لا شفت، يعني من 2003 لحد الآن ما شفنا مسؤول إجا وزار هاي المناطق، فقط بس المناطق اللي ساكنة بها الضباط والمسؤولين. هذا هو إذن العراق بعد تعاقب حكومات المحاصصة والمحسوبيات والفساد، فيما يبقى لسان حال العراقيين يقول إلى متى سيبقى الفساد في بلادنا جاثما على صدورنا.